المعرض هذا يواكب هو الدعم والعمل الإنساني، ونحن حبينا أنها تكون الاتفاقية في هذا اليوم حيث أنها تكون تعزز هذا المعرض من ناحية عالمية، وأن هذا المعرض له فعالية كبيرة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. وهذه المبادرات ليست الأولى، جل أحمر وقع اتفاقيات كثيرة خلال المعرض ونحن واحدة منها، وإن شاء الله أنها تكون لها وزن لقيمة هذا المعرض. هي لها فوائد كثيرة، يعني هي ليست مادية في الأول شيء، هي تثقيف المجتمع، إعطاء واجهة لدولة الإمارات لزوار دولة الإمارات من كل الجنسيات أن دولة الإمارات هي سباقة في دعم الخير، ودولة الإمارات لها وجود ولها بصمة في المساعدة الإنسانية كعامة. وهذا دليل على الناس لما تجيك من كل أنحاء العالم، من أوروبا أو من أفريقيا أو من أمريكا، يشوفون الفنادق تحذو حذو دعم الخير. هي هذه المبادرة موجودة في أوروبا، موجودة في كل أوروبا لدعم شركات ومؤسسات إنسانية. فنحن طبعا ناخذ الأفكار بس ونطورها عندنا نحن، بتكون أنها ملائمة وتكون لطبيعة المجتمع الإماراتي وطبيعة المجتمع العربي وتثقيف جميع الشرائح في دولة الإمارات.